التقى وزير الخارجية سامح شكري وعدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد بهدف مناقشة الوضع في قطاع غزة ومستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية. وأكد شكري أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة والعشوائي بات يدفع بمقدرات المنطقة بأكملها لمخاطر غير محسوبة، كما شدد على رفض مصر الكامل لمبدأ ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج بلادهم باعتبار هذا الأمر خطا أحمر. كما دعا شكري دول الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف قاطعة تجاه تحقيق الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار في غزة وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما أكد أن الحل المستدام للأزمة الراهنة لن يتحقق سوى بوجود دعم دولي قاطع إزاء تطبيق مقررات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين وفقا لإطار زمني محدد.